عقد رئيس هيئة الإركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغيري حمود بن عزيز اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة لمناقشة المستجدات الميدانية والأوضاع المختلفة في إطار مسرح العمليات بالمنطقة. وأشاد الفريق بن عزيز بالجهود التي تقوم بها المنطقة العسكرية السابعة في عملية التدريب والتأهيل المنتسبيها وتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.